تسلمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبحضور سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الدرع الذهبي بمركز خدمة العملاء بالوزارة من سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم المراكز الحكومية. جاء ذلك بعد الإعلان عن حصول المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4. وبهذه المناسبة أكدت سعادة وزيرة الإسكان أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن تعزيز البيئة التنافسية في تقديم الخدمات الحكومية ساهمت بشكل مباشر في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، سواء من خلال مركز خدمة العملاء أو عبر توفير خدمات إلكترونية متطورة. وقالت الوزيرة الرميحي إن الوزارة عملت على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين وفي مقدمتها مركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن حصد مركز خدمة العملاء بالوزارة على التصنيف الذهبي بالإضافة إلى الفوز بجائزة التميز الحكومي كأفضل موقع إلكتروني مؤخرا يعكس نجاح خطة التطوير ويحفز فريق العمل على مواصلة الجهود التطويرية لتشمل باقي القنوات الأخرى. بمناسبة فوز وزارة الإسكان بالدرع الذهبي في تقييم برنامج تقييم 4، فوز الوزارة لأول مرة يعني من 4 دورات ومعاهم يمكن 7 جهات أو 7 مراكز، إجمالي 8 مراكز من 18 مركز اللي فازوا، دليل على الديناميكية وفعلا نجاح البرنامج أنه طور من الأداء الحكومي في مراكز جديدة قاعدة تدخل في الفئة الذهبية. المراكز يمكن في مراكز أيضا كانت فايزة الدورة هذه ما فازت، لكنها في ضمن التميز يعني نسبها فوق 95%. هذه دليل على الجهد حقيقة الكبير اللي بذله الوزارة في الدورات الأربع واللي توج في الأخير بنجاحهم بالحصول على الدرع الذهبي من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، ورؤيته في أن المواطن فعلا يحصل على خدمة سهلة وسلسة ومتميزة. سعيدين جدا بهذه التكريم وهذا التميز وحصول الوزارة على التصنيف الذهبي بمركز خدمة العملاء وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهذه ليست الجائزة الأولى، سبقتها جائزة التميز في أفضل موقع إلكتروني. وهذه الخدمات تسعى الوزارة حق تلبية حق المواطنين، تجويد خدماتها اللي تقدمها حق المواطنين كسب رضاهم.